استاذ مصطفى هو العمود الرعايه، انا بالنسبه لي يعني معد رعايه مقدم، وكل ما اروح انا عنده معوق. المعوق ب 2014 انا مسوي له معامله، طبيت على الوزير وافق بال 2014 طبيت على الوزير، كان بوقتها السوداني عبد الشعب السوداني، اي وافق اللجنه وافقت بصمنه. تيت سويت كلها سويتها سووا مجاني الحج سووا 2017 يعني هم راجعتهم قال ما نطلع له راتب. ظليت مستمر من اخير مره راجعت بال 2018 تقريبا. طب صار لك هواي؟ اي لا قال لي بس ان شاء الله قبل ان تنقر الموازنه راجع شوف معاملتك وين، حدث المعلومات اللي بيها انت، حدث المعلومات لا انا حتى انا ما حدث المعلومات معامله جددها، المعامله موجوده الموضوع مضمومه عندهم حتى بالموازنه يجوز يصير لك. استاذ مصطفى عندهم المعامله موجوده حاليا، شوف راجع راجعتهم يقول سنتين اخر مره يا ابويا لا بالالف قال لي روح مره ثانيه سوي على المعاقين. يعني انا مكمل، انا عنده معوق طفل، انا لي انا رعايه ما عندي، يعني انا رعايه مقدم. يعني قبل 5 اشهر طلع لي الباحث قال احنا نخابرك، اروح كل ما اروح لهم يرجعوني.